بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات واحنا شغالين في قلب الريفت بنحتاج ان احنا نرسم حاجة غير اعتيادية او حاجة غير تقليدية. يعني مثلا عندي عمود جه على شكل حرف تي، عايز ارسم شوية كرانيش، عايز ارسم اي شكل كده غير منتظم او حاجة غير اللي احنا متعودين عليها، عايز ارسم سقف بشكل كده وامواج البحر او يعني اي حاجة كده غير اللي احنا متعودين عليه. كل الحاجات ديت بيجمعها ان انا ممكن ارسمها بجينيريك موديل. تمام، هو في كذا طريقة. تمام، يعني ممكن واحد يقول لي انا هرسمها جينيريك موديل، واحد يقول لا انا هرسمها ماس، واحد هيقول لي انا هرسمها فاميلي. فاحنا كنا شرحنا الماس قبل كده وشرحنا الفاميلي قبل كده وشرحنا برضو الجينيريك موديل، بس يمكن المرة دي ايه هنقولها بطريقة تانية. هاجي من كومبوننت هقول له موديل ام بليس. تمام، بليس كومبوننت بيجيب لي مجموعة الكومبوننت او الفاميلي الموجودة واحطها عادي. تمام، انما موديل امبليس انا ببدأ اصنعها. تمام، وده اللي احنا عايزينه، موديل امبليس. بيسألني سؤال بيقول لي ايه اللي انت عايزه من هنا، يعني هل انت عايز ترسم دور ولا كولوم ولا عايز ترسم فلور؟ انت بتشوف الحاجة اللي انت عايز تعملها، يعني هل انت مثلا عايز تعمل حاجة اقرب للأرضية او عايز تعمل حيطة؟ ممكن يكون انت عايز تعمل حيطة مايلة مثلا واخدة شكل مثلا هرمي، اي شكل انت عايزه. تمام، دي كده انت بتدخل في دور ان انت بتعمل كتل باشكال مختلفة غير اللي احنا متعودين عليها. فبقول له ماشي انا عايز كله. فبيقول لي هسميه ايه؟ هقول له مثلا هسميه احمد. اوكي، اي اسم، يعني اي اسم انت عايز تسميه مفيش مشكلة. تمام، بلاقي عندي هنا شوية اشكال، يعني بقول له مثلا اكستروشن. ايه اكستروشن ديت؟ اكستروشن برسم حاجه 2D وهو يبدا يديها الارتفاع بتاعها. تمام، فاقول له مثلا انا هرسم حاجه بالشكل دوت اي شكل. تمام، ممكن بقى ايه نتعلم حاجه برضو، اقول له تي ار اللي هي تريم من هنا لهنا. الخط ده مش منتظم، عشان اخليه منتظم الاين او اي ال واختار الشكل دوت وبعد كده اختار الخط دوت. طيب ايه اللي حصل كده؟ هو هيرسم لي شكل دوت ويبدأ يديله الارتفاع بنفس الشكل، عاملة زي معجون السنان. الشكل الفوهة بدوس معجون السنان بيخرج الشكل من الفوهة بنفس شكل الفوهة، لو عملها شكل خماسي هتطلع شكل خماسي. اقول له فينش. خلصنا؟ لا، لسه انا موجود في قلب الموديل. ليه؟ لان الموديل ممكن ترسم جوه كذا شكل، فبقول له ايه فينش موديل. تمام، هدخل في 3D. استحملوا الجهاز. تمام، فبلاقي الشكل بتاعي اللي انا لسه رسمه اهو. تمام، طيب اقدر اعدل فيه؟ اه، تقدر تيجي هنا وتسحب. تمام، طيب بقول له ايه edit in place، انا عايز اعدل فيه تاني. تمام، ممكن ابدا اعدل فيه عادي مفيش اي مشكله. اقول له edit extrusion وابدا اعدل الشكل، اقول له والله انا عايزه بالشكل دوت. تمام، او ارسم شكل تاني. تعال نجرب نرسم حاجه تانية. نرسم ايه؟ تعال نشوف ايه اللي موجود. احنا كنا فين؟ انا بسطب بس شوية حاجات كتيرة تولز، فعشان كده القايمة بتبقى كبيرة شوية. طيب اقفل ديت، احنا مش عايزينها ودي مش عايزينها. تمام، خلينا هنا. ايه، هقول له اديت امبليس. ممكن ترسم جنبيها وممكن ترسم حاجة تانية، ممكن نعمل كذا كتلة جنب بعض في قلب الموديل او ان انا اعمل كتله ثانيه. هقول له كرييت، هقول له بليند. بليند برسم شكل تحت بشكل معين وفوق بشكل معين وهو بيوصل بينهم، وده الفيرست اند وده سكند اند. تمام، هقول له مثلا خلي دي 3 متر. تمام، ارسم ده مثلا اهوت بالشكل دوت، وفوق هقول له ادي التوب وروح راسم دايره. طب لو انا عايز ارجع ارسم اللي تحت هقول له edit base، ابدا ارسم اللي تحت، ارسم اللي فوق، ارسم اللي تحت، ارسم اللي فوق، ارسم اللي تحت، ارسم اللي فوق. تمام، فاقول له finish، هيبدا هو ايه يوصل لي بينهم. اي وقت عايز تعدل برضه تقول له edit top و edit base وتعدل زي ما انت عايز. تمام، وتقدر تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعت الحاجه. ماشي، طيب جميل لحد كده. تمام، ممكن امسك كده تاني واقول له edit in place، اقدر اعدل في ده واقدر اعدل في ده، او اعمل شكل كمان اقول له انا عايز ريفولف. ايه ريفولف ده بقى؟
ريفولف ببساطة بترسم شكل، ممكن ترسمه في 2D أو في 3D، مفيش أي مشكلة خالص. تمام، هاجي هنا هرسم شكل وارسم الأكس بتاعه. يعني مثلا هقول له إيه، أنا عايز دورية، ماشي أهي، وبعد كده هرسم الأكس بتاعه أهي. إيه اللي حصل بقى؟ ما فهمناش حاجة. تعال نبص على 3D أهو، عمل إيه؟ خد الدورية دي ومشاها في المسار. طب إيه مشاها حوالين الأكس، تمام؟ يعني أنا عندي دلوقتي الاكستروشن بترسم شكل وهو يطلع بيه، بليند بترسم شكلين ووصل بينهم، ريفولف برسم اي شكل واديله اكس يلف حواليه، فهو هنا لف حوالين الاكس عمل لي الشكل ده اللي هو عامل زي توكن النجاة اللي بترميه لما حد يكون هيغرق. تمام، طيب ايه اللي سويب بقى؟ الحاجات دي على فكرة كلها موجودة في ال 3 دي ماكس، وموجودة في السينما 4 دي، وموجودة في الاوتوكاد 3 دي، يعني موجود في اغلب البرامج. هي نفس الفكرة، كلها في افكار هندسية وهي بيطبقها في البرنامج. سويب سويب بيقول لي خد لك مسار وارسم اي شكل، الشكل ده هيتبع المسار بتاعك. بمعنى تعال نشوف الموضوع دوت، انا هرسم المسار سكتش بوس، بقول له المسار بتاعي انا عايز ارسم، فانا في 3 دي، فعشان احدد وما اتلخبطش عندي حاجه اسمها شو ورك بلان. الورك بلان بتاعه يعني انا هتخيل ان انا هرسم هنا، لو انا متخيل ان انا برسم على الحيطه دي، لا انا ما برسمش على الحيطه دي، ده انا برسم على البانل اللي تحت. فعشان كده ال 3 دي بيلخبط شويه، فعشان ما تتلخبطش شغل الورك بلان وانت شغال. طب انا مش عايز الورك بلان ده انا عايز الورك بلان ده، هقول له ست، بيقول لي اختار الورك بلان اللي هتشتغل عليه، بقول له بيك ابلان، انا هختار انا البلان زي ما انا عايز، اخترت ده. فانا دلوقتي لما هرسم حاجه هتبقى موجوده في الشكل دوت. تمام، ممكن اقول له مثلا عايز اختار ده وده وده. جميل جدا، حلو او كده، حلو او كده. طيب مرضي. ما رفض ليه؟ الخط ده كمل معايا، عشان ما يكملش اقول له تريم اخلي ده مع ده، فهو كده واخد المسار. طيب انا عايز اديله بقى الشكل اللي هيمشي في المسار دوت، اقول له فينيش، خلاص كده وافق مفيش مشكله. هقول له ايديت بروفايل، انا عايز انا ايه ارسم بروفايل. البروفايل ممكن نرسم اي شكل كده سريعا، تمام فينش، تمام فينش. ايه اللي حصل؟ الشكل اللي احنا رسمناه فضل يمشي في المسار اللي احنا اديناه له. فده لو انت عايز ترسم كرانيش، عايز ترسم حاجه تلف حوالين البيت، لو حد بيتفرج على توم وجيري، طبعا كله بيتفرج على توم وجيري في السر كده من غير ما حد ياخد باله، بس انا بطلت الحمد لله. تمام، فوق كده بيبقى فيه زي في البيت اللي هم كل شويه يكسروه، بتلاقي فيه حاجه بتتجمع فيها ميه المطر، نفس الشكل ده هترسم الشكل ده مره واحده وتقول له خد حوالين الروف، حوالين السقف، وهيبدا هو يعمله. تمام، فده بيسهل لي شغل كتير قوي. فاقول له فينيش موديل، خلاص. طيب تعال نشوف ايه تاني، نرجع اركتكشر، نرجع الشكل بتاعنا، اقول له ان بليس، هقول له انا عايز سويب بليند. ايه سويب بليند؟ سويب سويبت وبليند، يعني هديله شكلين بشكل واحد. طيب تعالى سويبت بليند، هقول له انا عايز ارسم على البوس، اقول له شو ست، اقول له ايه بيك ابلان، واختار انا البلان مثلا اللي فوق. طيب هديله اي شكل، تمام، وليكن مثلا زي حاجه زي قوس كده، ماشي اهو. بيقول لي ارسم شكل هنا وشكل هنا، فبقول له ماشي، اديني البروفايل الاولاني. طيب البروفايل الاولاني ده انا ارسم فيه مثلا شكل بالشكل دوت. طيب اديني الشكل التاني انا ارسم فيه دورية، فينش فينش اهو، بدأ ياخد من الدورية ويمشي ويوصل للشكل اللي هو السداسي او الخماسي او الحاجات ديت. تمام، طيب جميل جدا، جميل جدا. طيب لو انا عايز اطرح شكل من الشكل دوت، هقول له edit in place، وادخل هنا في create واقول له void form. void form بلاقي كل دول جم هنا بس void، يعني الحاجة اللي هترسمها هتتطرح، فاقول له void extrusion. دلوقتي انا عايز اعمل فويد، هاجي هنا اقول له فويد فورم، فويد اكستروشن، وابدا ارسم اي شكل انا عايزه، فينش
اقول له اطرح انزل شوية كده موف، واقول له ايه انش موديل، الاقي هنا الشكل معايا اتطرح اهوت. تمام، فدي طريقة ان انا اطرح شكل من شكل. اتمنى يكون الدرس سهل وتقدر ترسم اي حاجة تخطر في بالك عن طريق الافكار البسيطة اللي في الجينريك موديل.